قبل حين سألني أخ كريم: كيف تنتقي موضوعات الخطبة؟ قلت له: من بعض الأسس التي أعتمدها في اختيار الموضوع أنني لشهر أو أقل أو أكثر الاتصالات الهاتفية التي تعرض علي مشكلات المسلمين، لو أن 70% من المشكلات تحوم حول موضوع واحد اخترت هذا الموضوع للخطبة. وأنا من شهر تقريباً أعالج مشكلات أفضى بعضها إلى الطلاق بسبب عدم العدل في توزيع الإرث، أو بسبب حرمان الزوجات أو حرمان البنات. فلذلك هذا الموضوع من صلب الدين. الحقيقة الأولى في هذه الخطبة: حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن، وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية، لأن الجاهليين هم الذين يحرمون الإناث من الميراث، لأنهم يقولون: إنما يستحق الإرث من يحمي الذمار ويحمل السلاح، فهم يحرمون النساء والصغار من الميراث. والله جل في علاه جعل للزوجات ميراثاً لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. كذلك جعل للبنات نصيباً من ميراث آبائهن، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة، أعطاها نصيبها، قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً. لذلك أيها الإخوة، مرة ثانية: حرمان البنات من الإرث عادة جاهلية أبطلها الله عز وجل بنص القرآن بآيات قطعية الدلالة. حرمانهم من العقار أو من الأنواع المرغوب بها كمحل تجاري رائج جداً، أو عقار في موقع ممتاز جداً، حرمان البنات من عقار أو من محل له أهمية بالغة أيضاً نوع من الحرمان. أيها الإخوة الكرام، في الحديث الشريف الصحيح: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في صحيح مسلم. الآن، ما الحكم الشرعي ممن أخذ فوق ما يستحق؟ قال: فإن لم يستطع التغيير بحال من الأحوال فواجبه عندئذ أن يتخلص مما هو زائد على حقه ويقسمه بين الورثة. إن لم يستطع إقناع بقية الورثة بإحقاق الحق والتوزيع وفق الكتاب والسنة فليتخلص مما ليس له. لكن الذي يلفت النظر أن من يستبد ويظلم ليس جاهلاً ولا أمياً ولا إنساناً غير سوي بالمفهوم المصطلح عليه، بل إن بعضهم يعملون في المحاماة والهندسة والتجارة ويديرون أعمالاً ويعرفون حقوق وواجبات الأهل والأبناء والأصدقاء، ولكن يتجاهلون حقوق الميراث، ميراث إخوتهم من البنات. بل إن بعض الذين يحرمون البنات من رواد المساجد. وكنت أقول لكم دائماً ولمرات عديدة: الدين الحقيقي
ليس في المسجد وأنت توزع الإرث، وأنت تهب لأولادك وبناتك، وأنت في دكانك، وأنت في عيادتك، وأنت في مكتب المحاماة، وأنت في الحقل، وأنت في متجرك. الدين هو أن تكون مستقيماً على منهج الله. تأتي العبادات الشعائرية التي في المسجد كي تقبض الثمن، أما من دون أن تستقيم على أمر الله لا معنى للعبادات الشرعية. ولمئات المرات كنت أقول الصلاة والصيام والحج والزكاة إن لم تسبقها استقامة على منهج الله لا قيمة لها عند الله، وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، طبعاً حينما يستفتي إنسان من يعمل في الحقل الديني ويقره على ذلك فالإثم مضاعف، لأن الذي يفتي بلا علم يحاسب عند الله، لكن الذي يفتي بخلاف علمه له حساب أشد بكثير. الذي يفتي بخلاف علمه. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول لو كنت مؤثراً لفضلت النساء على الرجال، أكثر طواعية وأكثر حباً وأكثر وفاء لآبائهم، لو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال. ولكن الحقيقة التي سوف أعدها محور هذه الخطبة، إن الله جل في علاه لم يسمح لنبيه المصطفى المعصوم الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق أن يتولى توزيع التركة، بل تولاها الله بذاته العلية في القرآن الكريم. أحكام الميراث ليست في السنة ولكنها في الكتاب بواضح الآيات وذات دلالة قطعية. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً. من قبل من؟ من قبل الواحد الديان، من قبل قيوم السماوات والأرض، من قبل الذي أنزل القرآن. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً. من هذه الآية أخذت الوصية الواجبة أن يعطى أولاد المتوفى في حياة أبيه نصيب أبيهم كما لو كان حياً. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً. الذي يحدث في الأعم الأغلب أن الابن البكر يأخذ أكبر نصيب، يشتري له بيت ويزوجه ويدخل معه في المحل التجاري وله نصف الأرباح، وله أخ صغير، أخذ الأخ الأكبر النصيب الأكبر ولم يترك للصغير شيئا. وهذه الآية تقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ماذا يمنع أن يكون نصيب الكبير ديناً عليه؟ فإذا وزعت التركة طرح هذا المبلغ من نصيبه، فكان العدل أساس هذا التقسيم. الآن الآية التي تقسم الظهر إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يعني الأخ الأكبر حينما يأكل حق إخوته الصغار الذين أصبحوا يتامى بعد موت أبيهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. كلام من؟ ليس كلام إنسان لا يعني ما يقول، وليس كلام إنسان قد لا يستطيع أن يفعل ما يقول. هذا كلام خالق السماوات والأرض. أنا أخاطب الإخوة الكبار
الذين أخذوا وكالات من أخواتهم البنات والصغار، وبهذه الوكالة العامة ضموا ميراث الأب إليهم، وحرموا أخواتهم البنات وإخوتهم الصغار. أقول لهؤلاء اقرأوا هذه الآية وضعوها معلقة في بيوتكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنظام الإسلامي المرأة تأخذ المهر وليس عليها نفقة إطلاقاً، بينما الرجل يدفع المهر وعليه تأسيس البيت وشراء البيت والإنفاق. لذلك العدل غير المساواة، هذه الآية محض عدل لكن ما فيها مساواة. الذي يدفع غير الذي يأخذ، هي تأخذ المهر ونفقتها على أبيها أو على زوجها، ليست مسؤولة أن تنفق إطلاقاً. فلذلك يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. دققوا الآن، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله، إن الله كان عليماً حكيماً. في موقع معلوماتي طلعته اليوم، إنسان ترك 20 مليون ريال في جدة، 20 مليون يعني 220 مليون ليرة. بنته تسكن في غرفة قميئة وتعيش من الصدقات، وأخوها معه 220 مليون، لم يعطيها شيئاً. أخواننا الكرام، لأنه بهالشهر أكبر موضوع جاءني شكوى أو اتصال هاتفي أو لقاء شخصي، هو أن هناك مضاعفات خطيرة جداً انتهت بالطلاق. أسرتان أو أكثر في هذين الأسبوعين تفككت الأسرة وطلقت المرأة وتشرد الأولاد، لأن الأهل لم يعطوا أختهم شيئاً. أيها الإخوة الكرام، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. الآن التعقيب الذي جاء بعد آيات الميراث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، بأي موضوع؟ التعليق بعد آيات المواريث، من يعص الله ورسوله في آيات المواريث، ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين. ألا تكفي هذه الآية لمن تحدثه نفسه ألا يعطي أخته شيئاً؟ كيف الطريق؟ المرأة في عصور التخلف مستضعفة، تجبر على توقيع وكالة عامة لأخيها، وأخوها يأخذ كل شيء وقد يعطيها الفتات. والله علمت
أن إنساناً مات في مدينة في الشمال ترك 1,000,000,000، ترك ابناً وبنتاً، الابن لم يعطي أخته شيء، القصة طويلة. إنسان آخر في دمشق ترك ما يزيد عن 1,000,000,000، أحد أولاده يعمل على شاحنة يعيش كفاف يومه، والأخ الثاني في باسمه 80 محضر، قريب 1,000,000,000 باسم واحد، والثاني يعمل على شاحنة. هي وقائع أنا لا أخطب من فراغ، ما بختار موضوع من خيالي بحكيه أبداً، لأنه أكبر مشكلة الآن في مجتمع المسلمين، في مجتمع الذين يقرؤون القرآن، في مجتمع الذين يرتادون المساجد، في مجتمع الذين يجلسون مع العلماء ويمجدون درسهم ويثنون على خطبتهم، هؤلاء هم أنفسهم يحرمون البنات. أيها الإخوة الكرام، هذا في القرآن، فماذا في السنة الشريفة؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، إن أباه، كلام النعمان ابن البشير، تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي ليشهده على صدقتي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي أخرى قال عليه الصلاة والسلام: يا بشير، يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ هل هناك أدق من هذا الكلام؟ هل هناك أبين من هذا الكلام؟ وفي رواية أخرى: أشهد على هذا غيري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ أيسرك أن يكون لك جميعاً في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل. أخرجه البخاري ومسلم. وما في البخاري ومسلم من أصح الأحاديث بعد كتاب الله جل جلاله. ورواية لمسلم يقول النعمان ابن البشير: إن أباه أعطاه عطية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: أعطانيه أبي. فقال: فكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردده. من هنا جاء الحكم: من أخذ أكثر ما يستحق عليه أن يرد الباقي على إخوته. والله أعرف شخصين، جاءني أخ كريم إلى جامع الطاووسية، وقد كتب له أبوه كما قلت قبل قليل 80 محضر، قريب 1,000,000,000. قال لي: وأخي يعمل على شاحن، وقررت أن أوزع التركة بين إخوتي جميعاً بالعدل. قلت: والله لو لم يكن لك إلا هذا العمل لكفاك لدخول الجنة. ابن صالح وزع الثروة بأكملها وفق الإرث الشرعي، أحكام الإرث الشرعي. قال: فردده. وفي رواية: فارتجعه، يعني أرجعه. ولأبي داود أيضاً: نحلني أبي نحلة، فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: هذا جور، هذا ظلم، فأشهد على هذا غيري. وفي رواية عن مغيرة في حديثه:
أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال أشهد على هذا غيري. فذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق، دقق، إن لهم بأولادك عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وقال عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم. وفي حديث: ولو في القبل، وفي الابتسامة، وفي النظرة. أمامك أولادك، عينك على واحد فقط، غلط. اعدلوا بينهم في القبل، وفي الابتسامة، وفي النظرة. أيها الإخوة الكرام، حديث واضح كالشمس، وآيات واضحة كالشمس، والمسلمون لم يأخذوا من الدين إلا العبادات الشعائرية. لك عامل 38 عمرة بارك الله بك، ثم ظلمت بين أولادك. يأخذون العبادات الشعائرية ولا يهتمون بالعبادات التعاملية، مع أن العبادات التعاملية هي الأصل. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك ولد غيره؟ موضوع آخر، صحابي آخر. قال: نعم. قال: هل أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جوري. أخرجه النسائي. أما الحديث الذي يقسم الظهر، يقسم الظهر، هذا الحديث: شهر بن حوشب، يروي أبو هريرة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، يعيش 60 سنة، 5 صلوات، وصوم، وزكاة، وحج، وطاعة. إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إلى قوله تعالى: وذلك هو الفوز العظيم. أخرجه أبو داود والترمذي. الآن في حيلة شرعية، يعمل لابنه سند دين بمليون ليرة، فالدين يحسم من الإرث. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: من فر بميراث وارثهن قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. هذا فرار، حيلة، يعمل قرض لابنه عليه، مبلغ كبير جدا، هذا القرض يحسم من الإرث ويوزع الباقي، بيكون ضر في الوصية. إذن حرمه الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. السيدة عائشة يبدو أنها عادة قديمة، عادة جاهلية قديمة، فالسيدة عائشة فيما ورد عنها أنها ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها. كيف الرجل يخرج بناته من ميراثه؟ تقول: ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ساء ما يحكمون. هذه دعوة جاهلية. الحقيقة الأخيرة أيها الإخوة الكرام، إن العرف يبطل إذا خالف نصاً شرعياً. الأعراف
والتقاليد تركل بالقدم إذا خالفت نصاً شرعياً. فإذا كان هذا من أعراف المسلمين، أعرافهم غير الإسلامية الجاهلية، وخالفت نصاً إسلامياً، ينبغي أن ترد وأن تبطل وألا يؤخذ بها، بل هي دعوة جاهلية، بل ينبغي أن تركل بالأقدام. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أنا أركز على هذه الفكرة كثيراً. ألف المسلمون أن دينهم دين صلاة وصيام وحج وزكاة، وفيما سوى ذلك تحكمهم الأعراف والتقاليد، وما هم عليه الناس، وما يأتيهم عن الغرب. فالمفارقة الحادة أنك تجد المسلم مسلماً في المسجد، أما في معاملاته في بضاعة محرمة يقول لك رائجة كثير، الله يغفر لنا. بتوزيع الأرث، طيب حرمت البنات، الأصهار ما بينعطوا وش، من خاف يروح المال إلهم يتحكموا فينا. فبتلاقي إنسان لا يحكمه القرآن. من هو المؤمن؟ الذي تجده وقافاً عند كتاب الله، الذي تجده وقافاً عند الحلال والحرام. من هو المؤمن؟ أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة، دققوا. القبر حفرة في الأرض، أنت حينما تشيع جنازة ألا ترى مصير الإنسان؟ قد يكون من أغنى أغنياء البلد، قد يكون من أكبر علماء البلد، قد يكون من أقوى أقوياء البلد. حفرة، وين البيت الفخم؟ وين المركبة الفارهة؟ وين المكتب التجاري الرائع؟ وين الدخل الفلكي؟ وين الحشم والخدم الذين حوله؟ وين الأتباع؟ أين هم؟ تركوه ونزل إلى القبر وحده، ونزل معه عمله، فإن كان عمله كريماً أكرمه، وإن كان عمله سيئاً أسلمه. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزناً طويلاً. تلاقي المسلمين يعني 700,000 دعوة كيدية، اغتصاب أموال، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون لا تؤدى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين لا يغفر للشهيد، لمن أدى حياته وهي أثمن ما يملك في سبيل الله، الديون لا تغفر له. فكيف الذي لا يقيم شرع الله في الميراث؟ لولا أنها مشكلة عامة، لولا أن 70%، حتى أكون دقيق، 70% من الأسر يحرمون البنات ويعطون الذكور، لم يكن هذا الموضوع. لكن لأنه موضوع ساخن وطاف على السطح، موضوع متكرر، وموضوع ينتهي إلى الطلاق، وانتهت أسرتان في أسبوعين إلى الطلاق، لأن الأهل أحجموا عن إعطاء بنتهم حصتها من الميراث. أيها الإخوة الكرام، ألا تتصور ما هي الأسباب الكبيرة التي يعني وراء أن الله تخلى عنا؟ هذا حال المسلمين في التاريخ، هكذا كان حالنا. والله
كنت في مدينة في أوروبا اسمها آخن، هي عاصمة الإمبراطورية سابقاً، فيها الملك شارلمان، يعني هدية جاءته من هارون الرشيد بأعلى مقام موضوعة، افتخار الدولة الإسلامية كانت في أعلى مقام. هل هذا حالنا الآن؟ لماذا؟ لأن فهمنا الدين عبادات شعائرية ولم نفهمه عبادات تعاملية. فهمنا الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة ولم نفهمه أداء للحقوق. الدين عدل، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر أغروه بحلي نسائهم، فقال والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتموني. المجتمع الإسلامي أساسه الأسرة، وفي ظلم بين أفراد الأسرة لا يعلمه إلا الله، زوجات مظلومات، بنات مظلومات، أخ ظالم يأخذ كل الملك له لا يعطي شيئاً، وقد تعاني أخته من آلام الجوع هي وأولادها، ونصيبها من الميراث من 25 سنة لم توزع التركة. هكذا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة باعثة للمسلمين أو لمن يسمعها على أن يؤدي الحقوق لأصحابها، فترك دانق من حرام، دققوا، ترك دانق من حرام، الدانق سدس الدرهم يعني 30 قرش سوري، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. أدي الحق إلى صاحبه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم ضعفنا واقبل توبتنا وأقل عثارنا يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.